النهاردة الكنيسة بتعيد بتذكار استشهاد القديس بلاريانوس وأخيه تيورينوس، واللي احنا سمعنا قصة استشهادهم في السنكسار، لأن النهاردة يوم 26 هاتور. والقراءات بتاعت النهاردة كمان يوافق النهاردة نياحة القديس العظيم القديس غرغوريوس اسقف نيسوس. والقراءات بتاعت النهاردة قراءات مشهورة وبتتكرر علينا كتير خالص، وبتمثل الضيقة اللي عدت على كل الشهداء. والقراءات الشهداء بتاعت النهاردة بنسميها قراءات الشهداء اللي هم اللي كان إيمانهم واحد قبل الانشقاق اللي حصل في القرن الرابع. عشان كده الشهداء دول كان إيمانهم واحد، وهم كلهم عدوا في التجربة. عشان كده نلاقي الإنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا لوقا البشير الإصحاح 21 من آية 12 لغاية آية 19. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. شهادة، شهادة لاسم ربنا يسوع المسيح. وهذه الشهادة مش بيحملها بس الشهداء، ولكن يحملها أي إنسان مسيحي دخل إلى جرن المعمودية وصار إنسانا مسيحيا. علشان كده الإنجيل دون بنلاقي فيه قوة السيد المسيح مع أولاده في وسط الضيقة. عشان كده نلاقي الإنجيل هذا الصباح المبارك يا أحبائي بيحمل رسالة تعزية، رسالة تعزية في نهاية السنة. وإحنا دلوقتي قربنا على نهاية السنة الميلادية، كل سنة وحضراتكم طيبين. نلاقي إن الكنيسة بتضع لنا كمان هذا الإنجيل علشان يحدثنا عن أزمنة القلق والخوف اللي من خلاله الحديث اللي احنا سمعناه عن الاضطهاد في الإنجيل. الإنجيل بتاع النهاردة بيقول إن حياتنا هي فرصة للكرازة والشهادة باسم شخص ربنا يسوع المسيح. في كل قداس بنحضره تلاقي الشعب كله، المرض ده بتاع خاص بالشعب. طبعا احنا عارفين الخلاجي مكتوب فيه يقول الكاهن، يقول الشماس، يقول الشعب. ومعنى ان الشعب كله بيقول بنفس واحد ويقول امين امين امين. بايه؟ بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك، وبصعودك كمان للسماء. عشان كده دي فرصة لينا كلنا ان احنا نكرز ونبشر باسم شخص ربنا يسوع المسيح. وكمان الإنجيل النهاردة بيتكلم عن الله الضابط الكل، وبيتكلم عن الإيمان والثقة. وتلاقوا إن المفروض البولس بتاع النهاردة من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل روميا الإصحاح الثامن. ومعروف جدا إن رسالة بولس الرسول لأهل روميا دي اسمها، بيطلقوا عليها كده معلمي ومفسري الكتاب المقدس، ان هي كاتدرائية الايمان المسيحي. الكاتدرائية بتاعت الايمان المسيحي ده كله بتتلخص في رسالة مين؟ في رسالة روميا. ونلاقي ان قدس اقداس هذه الكاتدرائية روميا 8. روميا 8 اللي فيها اللي قال السيد المسيح اني احسب ان الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا. فاحنا عشان نرث هذا المجد لازم نشهد لاسم ربنا يسوع المسيح. طب نشهد ازاي باسم ربنا يسوع المسيح؟ الانتصار على الالم هو خير شهادة للسيد المسيح. الام الضيقة بضيقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت إيه؟ ملكوت السماوات. الإنسان الروحاني في وسط الضيقة تلاقي روحياته
بتعلو للسماء، وتلاقيه هو بيعلو فوق الضيقة وبيحيا حياة الفرح داخلها. تلاقي الإنسان من بره المفروض إنه في وسط الضيقة يكون إنسان حزين ومهموم وشايل الهم، لكن الإنسان الروحاني اللي إيمانه قوي بربنا يسوع المسيح، واللي زي ما قداسة البابا شنودة علمنا وقال كله للخير ربنا موجود مسيرها تنتهي، تلاقي إن الابتسامة بتعلو وجهه في وسط الإيه؟ وسط الحزن. وده هو سر الفرح. سر الفرح بتاع أي إنسان مسيحي إنك تلاقيه فرحان في عز الألام، في عز ألامه تلاقيه مبتسم، تلاقيه فرحان. فرحان ليه؟ لأن قلبه بيشكر ربنا. وهنا نلاقي الشكر في وسط الضيقة، ده تدريب لينا كلنا إن إحنا نرفع قلوبنا في وسط الضيقة ونقول يا رب نشكرك على كل ضيقة أنت بعتها لنا. أول لما نشكر ربنا نلاقي إن الفرح دخل إيه؟ دخل قلبنا. ولما الفرح يدخل قلبنا يجي أي واحد من العالم يجي عشان يعزينا في وسط الضيقة يلاقينا فرحانين ومبسوطين، يستغرب ويقول إزاي الفرح في وسط الضيقة؟ دي أكبر شهادة إن السيد المسيح ساكن فين؟ ساكن فينا وساكن جوانا. على العكس تماما، لما تلاقي النفس المتذمرة، النفس الغير شاكرة، النفس اللي عمرها ما تعلمت إن هي تشكر ربنا سواء في الضيقة أو في الفرح، ما بتعرفش تشكر ربنا، دي أسوأ شهادة ممكن تلاقيها للسيد المسيح. أسوأ شهادة تلاقي إن الإنسان عمال يتذمر يتذمر يتذمر، ده ممكن يتذمر على الله نفسه، ممكن يتذمر على ربنا ويقول يا رب أنت ليه جبت لي الضيقة دي؟ ليه جبت لي هذه الضيقة؟ الضيقة الكنيسة بتمثلها زي البخور في الكنيسة كده. في واحد اسمه طاغور، ده شاعر موجود في الهند، بيقولك إن الحب عامل زي البخور لا تظهر رائحته إلا إذا اكتوى بالنار. البخور لو أنتوا جبتوه اشتريناه كده حطناه في أي مكان عادي، مادة صلبة ما فيهاش أي حاجة، لكن لما ناخد هذه المادة الصلبة ونقوم حاطينها في جمرة الشورية نشم أحلى ريحة بخور. عشان كده الكتاب المقدس بيشبه نفس المؤمن وسط الضيقة بالبخور. البخور لما بيتحرق بالنار، وأقصد هنا النار هي نار التجربة، بيدي أروع رائحة، بيدي ريحة جميلة جدا. ممكن نقول إن هذه الرائحة الجميلة قد تكون هي عبارة عن الضيقات اللي هي بتلاقي البخور دون أو نار البخور بتصعد رائحة البخور الزكية منه، خاصة زي ما قلنا عندما بتكون النفس الشاكرة في عمق الضيقة، حينئذ هيعرف الجميع حقيقة السيد المسيح اللي هو ساكن فين؟ ساكن فينا. أول لما الإنسان يخش الضيقة ويكون إنسان روحاني وتلاقيه بيشكر ربنا، تروح أنت عشان تعزيه، تلاقي أنت نفسك أنت اللي بتتعزى، مش هو اللي هو متعزي بعزاء روح ربنا الساكن جواه، وإن هو إنسان شاكر وبيشكر ربنا، لكن تلاقيه أنت نفسك بتتعزى، فيعتبر هو كده إيه؟ شهد لشخص ربنا يسوع المسيح. كتير في زيارات الآباء الكهنة لناس مرضى ويكونوا من ولادنا هنا من الكنيسة، وتروح تزورهم وتلاقي تعزية، انت تروح عشان تعزيه تلاقي نفسك انت ايه؟ متعزي. مرة واحد من الشمامسة كانت رجليه اتقطعت بسبب ان هو كان عنده السكر، والسكر انتوا عارفين لما بيعلى بيجيب غرغرينة، فالدكاترة قالت لازم رجليه ايه؟ تتقطع. فروحنا عشان نزوره مرة من المرات ونعزيه يعني ونقول له ما تزعلش ان رجليك راحت، تلاقيه نقول له يقول تلاقيه هو بيشكر ربنا، يقول انا شاكر فضل ربنا
انا بشكر ربنا، ده ربنا اداني بركة انا ما استحقهاش. ده انت رجلك اتقطعت ورجلك راحت، يقول لا انا اخدت بركة ان انا اتحمل قليلا في العالم دون، عشان لما اطلع للسماء اقول له يا رب انا اتحملت حبة من ايه، من الالام ومن الضيقة. فتلينا احنا رحنا اتعزينا لما زرناه. فهذا الانسان صار انسانا مسيحيا حقيقيا لا غش فيه. كمان الكنيسة في كل طقوسها بتذكرنا بكده، تلاقي الشورية هي رمز لحضور الله مع والقديسين، وتلاقي أبونا لما يجي يمر بالشورية ويلف الكنيسة بالشورية بنتذكر وبنشتم هذه الرائحة الزكية. عشان كده لما نلاقي أبونا بيمر بالشورية وفي إيده الشورية والبخور بيطلع لفوق، أنت كمان لازم بتسجد وبتقول اللهم ارحمني انا الخاطي، وبتدي انت بتقدم اعتراف وتوبة لربنا، وهنا تبتدي تتذكر انك انت كمان المفروض تكون رائحة المسيح الزكية. امتى هنكون رائحة المسيح الزكية؟ لما انا اشهد للمسيح في عمق الايه، في عمق الضيقة وفي عمق الالم. عشان كده تلاقي ان الالم بيرفعك لفوق زي البخور، والانسان الروحاني لما بيشوف البخور ويتذكر الالم اللي هو عايش فيه يرفع عينيه للسماء، وتلاقيه بيردد المزمور بتاع رفعت عيني الى السماء من حيث ياتي ايه، من حيث ياتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والارض. كمان البخور بيفكرنا بالصلوات الصاعدة الشاكرة، صلواتنا كلها لما تصعد فين؟ للسماء. علشان كده احنا لازم نشكر ربنا في وسط الضيقة، ونتعلم ان احنا نشكر ربنا على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. كتير احنا حافظين هذه الآية او هذه المقولة في صلاة الشكر، ولكن للأسف كتير مننا لما بتيجي الضيقة بيبتدي يتذمر، ولكن الإنسان الروحاني الحقيقي هو اللي يبتدي يقول إيه، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، وبيظهر بينا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا إحنا رائحة المسيح الزكية لله. تلاقوا ان اي شهيد من الشهداء بتاع الانجيل بتاع النهاردة، تلاقي اي شهيد وهو بيستشهد بتلاقيه بيبارك ربنا وبيشكر كمان الناس اللي عذبته، بيشكر معذبيه. بيشكر معذبيه ليه؟ لان الناس اللي هي بتعذبه دي هي هتكون الطريق اللي هتخليه ينال اكليل الحياة المعد للحياة الابدية، وهتخلي الناس دي هم السبب في ان هو ينال الفرح الدايم مع السيد المسيح. نلاقي مثلا القديس كبريانوس، اللي منكم يعرف القديس كبريانوس، يلاقين لما جم اول لما سمع النطق بان هو هيتعدم، اول حاجة عملها انه قدم الشكر لربنا، وبعد كده قدم للسياف اللي هيقطع راسه 25 قطعة من الفضة. يعني دفع له فلوس على انه يقتله، ان هو هيشيل له راسه وهينال اكليل الحياة. شكر ربنا وشكر كمان الرجل السياف اللي هو هيموته، واداله 25 قطعة من الفضة. نلاقي واحد تاني زي فيليمون. فيليمون ده كان الزمار اللي نصح اريانوس. اريانوس دون كان من اكتر الناس اللي اضطهد السيد المسيح واضطهد الشهداء وقتل ناس كتير، بس هو في الاخر اصبح مسيحي واستشهد على اسم السيد المسيح. اريانوس ده اتقلقت عينيه، قلعت عينيه. اول لما اتقلقت عينيه وقت ما كان بيعذب فيليمون الزمار، فيليمون قال له بعد موتي اذهب الى قبري وخد من هناك بعض التراب واصنع منه طينا ودلك به عينيك، فانت هتشفى فين؟ في الحال. يعني مش بس بيقول له انا مش غفرت لك بس خطيتك انك انت اصدرت علي الحكم بالاعدام، لا ده انا كمان هصنع معاك معجزة ان انا هرجع لك ايه، بصرك مرة اخرى.
ونلاقي كمان أكبر دليل للناس اللي بيغفروا حتى للناس اللي رجموهم كان مين؟ كان القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء اللي طلب الصفح وطلب الغفران لراجميه لما قال يا أبتاه اغفر لهم، هم مش عارفين هم بيعملوا ايه، زي سيد المسيح ما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا ايه ماذا يفعلون. ربنا قادر ان هو يدينا ان حنشهد باسم ربنا يسوع المسيح في عمق الضيقة بحياة الشكر، ولهنا كل مجد دائم أبديا أمين. أغنية خنومس